السلام السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. حين تعلو المنابر أصوات الحناجر لا نجد في أنفسنا طمعاً في مشاركتها ولا مبتغاً في منافستها، إلا منبراً نقف فيه مع شركائنا وفي مقامه بين يدي سموكم متقلدين وشاح عزكم وهيبة مجدكم، ترحيباً وفخراً باسمكم قائد إنجازاتنا الكريم وفجرنا بالليل العتيم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل ورئيس اللجنة العليا لرالي حائل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة حائل، أصحاب السمو، أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، طفلة ولدت عام 2006 ترعرعت في حمى ظلكم وتدللت بفضل تمكينكم ودعمكم، ها هي الآن في ريعان شبابها وزهوة غنجها تبتسم في شهر ميلادها 19. يا طفلة حائل التي أصبحت أماً للراليات في المملكة، يا طفلة انبنت هنا وها هي الآن اللبنة الأولى والفكرة الأهم في مهد الراليات، حياكم الله في رالي حائل تويوتا الدولي 2023. ولأن حائل دائما هي الرقم الصعب، اختار الاتحاد الدولي للراليات أن تكون الجولة الأولى والانطلاقة لكأس العالم في هذا العام هنا في منطقة حائل وتحديدا في هذا اليوم. كل هذا يأتي تزامنا مع ما تعيشه مملكتنا الحبيبة في ظل رؤيتها وقيادة سلمانها ومحمدها. Ladies and gentlemen, and the name of government of the custodian of the two holy mosques, the Hail region, and the governor, His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, and the deputy emir of Hail region, His Royal Highness Prince Faisal bin Fahd bin Mugrim bin Abdulaziz, along with the sport ministry. Dear guests from all over the world, worthy members of International Rally Federation and all Saudis, we welcome you today to the 19th edition of Hail Toyota International Rally 2023. It's indeed an honor to have you amongst us. We express our gratitude to have you here and for hosting here in the oldest rally in the kingdom. The kingdom intends to implement its revolutionary vision by 2030. It's pulling all its strengths to make these changes by launching various projects in different sectors. The aim will further be achieved by organizing similar global events. One of these majors is sport. We owe and understand the value of sport around the world in making and instilling the principles of humanity and the rapprochement of people. We welcome you today to the first tour of World Rally Cup 2023 in the Hail region. سيدي صاحب السمو، نستأذنكم بهذه اللحظات في كلمة
لرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود التقدم بخالص الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء على الوثبات الكبيرة التي تحققت في ظلهما على مختلف الصعد ومنها الرياضة. وأود التقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، على دعمهم والتعاون الكبير والمساندة اللامحدودة لتنظيم رالي حائل تويوتا الدولي الذي بات هذا العام يشكل أولى جولات بطولة العالم للكروس كونتري باها تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات فيا والاتحاد الدولي للدراجات النارية فم بمشاركة أكثر من 160 متسابق ومتسابقة يمثلون 22 دولة. ها نحن من جديد نعود إلى حائل بعد أسابيع معدودة على تنظيم رالي حائل الماضي الذي شكل الجولة ما قبل الأخيرة من جولات بطولة كأس العالم لراليات الباها. هذا الحدث الكبير الذي يعتبر حجر الزاوية في صرح الإنجازات العظيمة التي بنيناها في رياضة المحركات، إذ أصبح رالي حائل تويوتا الدولي أولى جولات بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية وبطولة كأس العالم لراليات الكروس كونتري باها، ويشكل أيضاً الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات الكروس كونتري باها. وقد استضافت المنطقة قبل أيام قليلة مرحلة من مراحل رالي دكار 2023، فضلاً عن تحوله لمهرجان احتفالي كبير في المنطقة جذب الشباب والعائلات والأسر المنتجة مع العديد من الفعاليات المصاحبة، كما أنها تجذب المتحمسين والمحبين لرياضة السيارات والدراجات النارية وتوفر بيئة رياضية مناسبة للمواهب والمنافسة الندية. يشارك في رالي هذا العام أبطال سعوديون كانت انطلاقتهم الرياضية من هذا الرالي، ليس هذا وحسب بل إنهم يتنافسون الآن في بطولات عالمية ويسجلون إنجازاً تلو إنجاز من الانتصارات ومنصات التتويج والألقاب العالمية باسم الوطن الغالي. نفخر بهذه الإنجازات حيث أنها دليل على المستوى الذي وصل إليه الرالي بعد 18 عاماً على بدايته الأولى، والنهضة التي شهدتها المملكة في رياضة السيارات خلال الأعوام الأخيرة، كما أتاح التوقيت المثالي لرالي حائل تويوتا الدولي هذا العام الفرصة لعدد كبير من المتسابقين وأبطال العالم للمشاركة
بمنافساته خصوصا، وأنه كما ذكرت مسبقا يقام بعد أقل من أسبوعين على نهاية رالي داكار، وبسبب تواجد السيارات والدراجات النارية على أنواعها المختلفة مما ساهم بزيادة عدد المشاركين جراء عدم وجود أي عوائق لوجستية وتكاليف إضافية للشحن على خوض غماره. واغتنم هذه المناسبة لتوجيه خالص التقدير للجهات التي تسهم في إنجاح الرالي، وعلى رأسها وزارة الرياضة، وعلى بقيادة أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وهيئة تطوير منطقة حائل، ومختلف الإدارات والجهات الحكومية والأهلية والتطوعية التي أسهمت في الرالي، من إدارة المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر، وأيضاً أهالي منطقة حائل. والشكر موصول للشريك الاستراتيجي والرسمي عبد اللطيف جميل تويوتا على دعم البطولة، ونادي منظمي السباقات السعودي. أدعو الله أن يحيط الجميع برعايته وعنايته، وأن تتوج جهود المشاركين بالنجاح وتحقيق النتائج الجيدة. وإلى اللقاء في القريب العاجل بإذن الله تعالى، مع أحداث أخرى ناجحة لا تنسى في ربوع حائل الجميلة بطبيعتها وأهلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، نستأذنكم في هذه اللحظات بتكريم الجهات الحكومية وكذلك المشاركين في هذا الرالي، رالي حائل تويوتا الدولي 2023. البداية مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يتسلمه الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل. إمارة منطقة حائل، يتسلمه الأستاذ عادل بن صالح آل الشيخ. أمانة منطقة حائل، يتسلمه سعادة المهندس سلطان بن حامد الزايدي. جامعة حائل، يتسلمه الدكتور سعود بن عيسى النايف. شرطة منطقة حائل، يتسلمه اللواء عبد العزيز بن عبد الله الشهراني. المباحث العامة بمنطقة حائل، سعادة اللواء خالد بن إبراهيم العبود. إدارة الدفاع المدني بمنطقة حائل، سعادة العميد مشعل أطحيمر الفهيدي. إدارة الاستخبارات العامة بمنطقة حائل، سعادة العميد حمد بن غزاي الحربي. فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، محمد بن عبد الله الشومر.
فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل الأستاذ عبد الرحمن بن حمد الحياء. المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل الأستاذ محمد بن ضيف الله العلزي. التجمع الصحي بمنطقة حائل الأستاذ مشعل بن عيد الشمري. هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة حائل صالح بن علي الزبيدي. محافظة موقق للأستاذ خالد بن جزاع عرضيمان. محطة تلفزيون حائل الأستاذ أحمد بن ناصر العواد. العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بحائل النقيب فهد بن حمد المتوزي. مركز جبة للأستاذ بدر بن حجر بن ناحل. مركز قناة للأستاذ مذود بن عيادة العبيكة. وكالة الأنباء السعودية واس للأستاذ سعود بن صالح الأحمدي. إذاعة حائل للأستاذ رشيد بن فهيد الفهيد. الكلمة الآن لإعلان انطلاق الرالي لراعي حفلنا الكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاق رالي حال تويوتا الدولي 2023. إذن بهذه اللحظات يعلن سمو الأمير انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023، وهو الجولة الأولى لانطلاق كأس العالم لهذا العام، ويتوجه سموه الكريم راعي هذا الحفل إلى المنصة بعد الإذان بانطلاق الرالي. أترك الآن الكلمة للزميل فراس النمري. شكرا لك زميلي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السمو الملكي، السعادة، الحضور، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا وسهلا بكم معنا في رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته 19 الذي يشكل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لراليات الكروس كانتري باها. أول المنطلقين معنا في رالي هذا العام، معنا من دولة قطر بطل العالم لراليات الكروس كانتري الحالي، وطبعا الفائز قبل أسابيع أو قبل أسبوعين برالي دكار للمرة الخامسة،
وللمرة الثانية تواليا في المملكة العربية السعودية البطل القطري ناصر صالح العطية والملاح الفرنسي ماثيو بوميل. ناصر العطية أيضا هو بطل سابق في رالي حائل، سبق له وأن فاز في رالي حائل 4 مرات سابقا. أيضا هو بطل الشرق الأوسط للراليات 18 مرة، قبل أسبوع أنهى رالي عمان على منصة التتويج، ويسعى طبعا للحصول على لقب الرقم 19 في بطولة الشرق الأوسط. ناصر إذن يعود للمشاركة من جديد في بطولة الباها، هو كما ذكرنا أحرز لقب الكروس كانتري العام الماضي ويسعى طبعا لاستعادة اللقب. رالي هذا العام هو الجولة الأولى من راليات الباها، العام الماضي شكل رالي حائل تويوتا الدولي الجولة ما قبل الأخيرة، وكما ذكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد إن انطلاقة رالي هذا العام التي تتزامن بعد أسبوعين على نهاية رالي دكار أصعب وأقصى وأطول رالي على مستوى العالم، هذا طبعا ما دفع بالمشاركة في الرالي لأن تكون كبيرة، وأيضا ليست الكمية فقط وإنما النوعية. لدينا خيرة أبطال العالم في راليات الكروس كانتري يشاركون معنا في رالي حائل تويوتا الدولي لهذا العام. إذن شارة الانطلاق تعطى لناصر صالح العطية من دولة قطر الشقيقة على سيارة تويوتا هايلوكس أوفر درايف، السيارة طبعا التي تتبع لفريق غازو ريسينج. ناصر إذن يشارك مع فريق أوفر درايف في رالي حائل لهذا العام. كان يفترض أن يكون معنا اليوم البطل يزيد الراجحي صاحب أكبر عدد من الانتصارات في رالي حائل، وبطل طبعا بطولة السعودية في نسختيها الماضيتين، ولكنه تعرض للأسف لإصابة أثناء التزلج في إجازته الشتوية في فرنسا، والحمد لله صحته على خير مرورام، ولكن الأطباء نصحوه بعدم المشاركة. إذن ثاني المنطلقين معنا من الأرجنتين، معنا المتسابق فريق تويوتا هايلوكس أوفر درايف من الأرجنتين خوان كروز ياكوبيني، والملاح الإسباني داني أوليفرز على سيارة تويوتا هايلوكس. هذا المتسابق طبعا الذي يسعى لاكتساب الخبرة، التحضير، التجهيز، هو صغير السن ولكنه يطمح طبعا للحصول على الكيلومترات الكافية من أجل طبعا التحضير للاستحقاق العالمي الكبير، وهو رالي دكار، أيضا المنافسة على لقب بطولة الكروس كانتري وبطولة الباها. معنا من الأرجنتين خوان كروز ياكوبيني وداني أوليفرز على سيارة تويوتا هايلوكس أوفر درايف. والآن أول المشاركين السعوديين معنا في رالي حائل لهذا العام، معنا البطل بطل العالم السائق السعودي ياسر سعيدان، والملاح طبعا أليكسي كوزوميتش على السيارة كان الهايلوكس، ولكن الآن معنا طبعا السائق البولندي كريستوف هولوزوفيتش ولوكاس كوريجيا من بولندا على سيارة الميني جون كوبر ووركس رالي. هذا المتسابق البولندي هو بطل سابق للراليات في أوروبا، هو بطل سابق في راليات الكروس كانتري وفي راليات الباها، هو البطل الحالي لبطولة الكروس كانتري باها الأوروبية، ويسعى طبعا للحصول على لقب بطولة الكروس كانتري باها لهذا العام، استعادة الكأس. وطبعا من الآن هو يريد التحضير بشكل كبير وبشكل قوي وبشكل فاعل من أجل المشاركة في رالي دكار العام القادم هنا في المملكة العربية السعودية. إذن من بولندا كريستوف هيروزوفيتش على سيارة الميني يأخذ إشارة الانطلاق، سنكون مع الدراجات النارية. والآن معنا أيضا الاسم الكبير في عالم الدراجات النارية، أشهر الدراجين العرب على الإطلاق، دراج من دولة الإمارات العربية المتحدة، دراج سبق له أن فاز في حائل، شارك في رالي دكار،
الدراج الإماراتي محمد البلوشي الذي أيضا يشارك بعد أن تعافى من إصابة تعرض لها، هذا الدراج الذي يطمح أيضا لاستعادة اللقب في رالي حائل الذي يعتبر واحد من أهم الراليات الصحراوية على مستوى العالم. محمد البلوشي يشارك طبعا ضمن فريق MX Ride دبي، هو مدرب أيضا، عنده أكاديمية لتدريب الدراجين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في دبي، قام بتخريج العديد من الدراجين الذين شقوا طريقهم وتمكنوا فيما بعد من أن يصبحوا أبطالا يسيروا على خطى محمد البلوشي على ساحة الراليات الكروس كانتري في مجال الدراجات. إذن البلوشي يأخذ شارة الانطلاق معنا أيضا في المركز الثاني أو الثاني المنطلقين معنا من المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله أبو عيشة المعروف بعبد الله السبع، أيضا هو من التلاميذ الناجيب يعني التلميذ نجيب لمحمد البلوشي، يشارك على دراجة KTM EXF، هو طبعا يتبع للوكيل في المملكة الأردنية الهاشمية KTM عمان دروزي موتورز ريسينج تيم. محمد عبد الله أبو عيشة كما ذكرنا يسير على خطى محمد، هو من أفضل الدراجين في المملكة الأردنية الهاشمية، دراج واعد صغير السن يعد بالكثير مستقبلا، أيضا عينه على تحقيق المركز الأول في باها أو في رالي حائل لهذا العام. الدراجة رقم 3 من دولة الكويت الشقيقة، كلهم ما شاء الله دراجون لهم أسماء ولهم باع ولهم صولات وجولات، تركوا الكثير من الإنجازات على ساحة الراليات في المنطقة والساحة العالمية. معنا حاليا الدراج الكويتي أيضا صاحب الإنجازات عبدالله الشطي على دراجة كوازاكي 450، هو يتبع أيضا لفريق محمد البلوشي فريق MX Ride دبي. عبدالله الشطي شاهدناه أيضا في داكار، دراج ما شاء الله عليه صاحب خبرة وروح رياضية عالية، يمثل دولة الكويت خير تمثيل، هو سفير فوق العادة، يطمح طبعا لانتزاع المركز الأول، وسنشاهد طبعا في هذا الرالي منافسات ولا أجمل بين الكثير من الدراجين الخليجيين، الدراجين العرب وأيضا الدراجين العالميين والسعوديين. الآن ننتقل إلى فئة السيارات خفيفة الوزن أو المركبات خفيفة الوزن، سيارات الـ SUV، فئة الـ T3، السيارات النموذجية. معنا من فريق ساوث ريسينج كان آم بطل العالم بفئة التي 3، السائق الذي أحرز أيضا نتيجة ممتازة في رالي دكار على السيارة أو المركبة خفيفة الوزن كان آم مافريك. معنا من الأرجنتين فرناندو ألفاريز والملاح خافيير بانيسيري من فرنسا على المركبة خفيفة الوزن كان آم مافريك، كما ذكرنا تتبع لفريق ساوث ريسينج كان آم المركبة خفيفة الوزن التي تحمل الرقم 300. فرناندو ألفاريز بطل العالم، والآن البطلة السعودية دانيا عقيل التي سبق لها وأن شاركت مرتين في دكار، هذه المتسابقة التي ترفع عاليا راية التوحيد في مشاركاتها العالمية، أحرزت لقب كأس العالم خلال أول موسم لها في بطولة الكروس كانتري باها في العام 2021، وهي أيضا أحرزت اللقب في عام 2021 وصيفة البطل في العام الماضي. أيضا من البطلات السعوديات التي تسعى هذا العام أيضا لاسترداد اللقب، لقب فئة السيارات أو المركبات خفيفة الوزن T3، دانيا عقيل تشارك طبعا بدعم
ومساندة وتمويل من قبل شركة عبد اللطيف جميل تويوتا. داني عقيل يجلس إلى جانبها الملاح الفرنسي صاحب الخبرة الكبيرة لورون لتشلتشير، تقود المركبة خفيفة الوزن كما ذكرنا المصنفة في خانة مركبات تي ثري كان آم مافريك. إذن البطلة السعودية داني عقيل تأخذ شارة الانطلاق. أيضا معنا من حائل بطل كبير، بطل المملكة في فئة المركبات خفيفة الوزن تي ثري صالح السيف، والملاح القطري أيضا الخبير وصاحب الكثير من البطولات ناصر الكواري على مركبة كان آم مافريك. صالح السيف أيضا ما يميز مشاركته أنه يشارك تحت اسم فريق الحسان الأسود، هذا الفريق بأكمله سواعد سعودية، السيارة من تحضير سعودي، ميكانيكيين فنيين مهندسين يعملون طبعا على تحضير السيارة، وصالح السيف كان المتسابق الوحيد الذي تمكن من إنهاء رالي دكار قبل أيام دون أن يحصل على أي عقوبات، تمكن من اعتلاء منصة التتويج. هدف بطل المملكة بفئة التي ثري أن يحصد لقب فئة التي ثري على مستوى كأس العالم لراليات الكروس كانتري باها، وأيضا أن يترك كما عودنا دائما بصمة على صعيد راليات الكروس كانتري. إذن من حائل كانت انطلاقة هذا البطل، من حائل مهد الراليات يأخذ شارة الانطلاق في هذه الأثناء. البطل الكبير كما ذكرنا صالح السيف مع الملاح أيضا صاحب الكثير من البطولات على صعيد بطولة الشرق الأوسط، وصاحب الكثير من البطولات على صعيد أيضا الراليات الصحراوية وراليات الكروس كانتري. القطري ناصر بن سعدون الكواري هو الجيل الثالث من عائلة الكواري القطرية الكريمة في الراليات، جده أرحمة هو أول من خاض غمار رالي قطر كمتسابق قطري في العام 75، والده سعدون أيضا من أبطال قطر وشقيقه أيضا عبد العزيز. الآن نعود إذن لفئة الكواد الآن أعزائنا مع الكواد أو الدراجات النارية التي تتزود بالإطارات الأربع. معنا هيثم التويجري على ياماها رابتر 700. هيثم التويجري اسم كبير من المملكة العربية السعودية يشارك بفئة الكوادز. أيضا على الكواد الذي يحمل الرقم 100 معنا هاني النومسي على دراجة ياماها رابتر 700، أيضا من الأسماء الكبيرة من المملكة العربية السعودية التي تشارك بقوة في راليات الكروس كانتري في الراليات الصحراوية وفي بطولة السعودية تويوتا للراليات. أمنياتنا بالتوفيق للجميع الدراجين، ونتابع مع دراجة الكواد عبد العزيز أهلي من دولة الإمارات العربية المتحدة. عبد العزيز يشارك أيضا على الكواد أو الدراجة النارية ذات الأربع إطارات، دراجة اليامها رابتر 700 يأخذ شارة الانطلاق. نعود الآن لفئة السيارات، نتابع معنا فريق ريس وورد تيم، معنا سائق سريع للغاية أعزائنا، سائق يقود لفريق حرس الحدود السعودي التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، البطل الكبير السائق السريع خالد الفريحي، والملاح الفرنسي سيباستيان ديلوني. هذا الملاح الذي أمن الملاحة لعدد كبير من السائقين العرب السعوديين وحتى العالميين. خالد الفريحي اسم كبير، سائق على الدوام ينافس على المراكز الأول. يشارك خالد الفريحي على السيارة التي تحمل الرقم 204 FIAS على سيارة
الأنبياء والمرسلين. حقيقة احنا نسعد في استضافة رالي حائل 2023 في نسخته الأولى لبطولة كأس العالم في هذه السنة، وهذا أعتقد يعد شيء هام في 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 نفس البطولة. طبعا الانطلاقة بهذا الحجم وهذه القوة لسبب انه حائل تمثل حقيقة محور ومرتكز اساسي في 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 هذه البطولة. نسعد حينما احتضنت حائل على طوال الاعوام المنصرمة الفائتة هذه النسخ، وكانت دائما تضع هذه النسخ بلمسة حائل التي تضيف التميز على 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 أداء البطولة. هذه النسخة 19 لهذا الرالي، والحمد لله تؤكد حائل بقدرة هذا الوطن وعطائه وعزيمة أبنائه إنها قادرة الحمد لله على على إعداد مثل هذه البطولات حتى لو كانت متتالية وراء بعض. فالحمد لله من فضل الله دائما وابدا هذا الوطن يزخر بمعطيات كثيره، دفع ولاة امره، عزيمه ابنائه، امكانيه تضاريسه وقدراته المتاحه. كل هذه الامور تعطي حقيقه مجال كبير من التميز والاهميه لهذا الوطن. فنسعد حينما يعني يكون هناك فرصة لتمثيل المملكة العربية السعودية بأدائها، ولا سيما حينما تكون من حائل. حدثنا عن الأثر الاقتصادي لرالي حائل على المنطقة، كيف تغيرت المنطقة بعد 19 رالي؟ أول شيء هذاني شفتك بسبب الرالي، فالحمد لله من فضل الله الرالي له جوانب كثيرة وعدة، ومن ضمنها المنظومة الاقتصادية، لكن في هناك جوانب أخرى كمان يجب أن لا نغفلها. يعني اليوم الوجود العالمي لحائل هذا وجود هام، وأصبحت موجودة على الخارطة في الرالي وغير الرالي من فعاليات هامة لها الأثر الكبير في 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 المفهوم الدولي. طبعا حائل تتحرك من داخل رحم هذا الوطن العظيم الكبير يعني حقيقة بقدراته. لكن رجع على سؤالك كيف أداؤه في الوضع الاقتصادي، هو محرك أساسي من ضمن المؤشرات التي يعني نعدها ونستعد بها. اليوم مؤشرات رالي حائل أصبحت لها الأثر الحقيقي لتقديم أي دراسة نستطيع أن نقدمها في أي أطروحة متاحة سواء حالية أو في المستقبل. لعب دور كبير جدا في هذا الحراك، عمل حقيقة من القفزات التنموية الكبيرة جدا على منظومة القطاع الخاص وأداء كذلك بعض الأجهزة في الأداء العام كأجهزة الدولة. اليوم حنا حقيقة مثل ما الرالي ممتن لنا، نحن كذلك ممتنين للرالي. سمو الأمير عفوا، باقت حائل نبراس ومعلم كبير في كثير من المحافل الدولية خصوصا فيما يتعلق برياضة الرالي أو محركات السيارة. اليوم حال تذكر في كل بلد في العالم يقام فيه هذا المحتوى، انطباعكم عن هذا الشيء، وش الأفكار الجديدة اللي ممكن مستقبلا أنها تخدم حال دوليا؟ احنا دائما نقول يعني مفهوم الراليات ورياضة السيارات الصحراوية لم تأتي يعني تضاريس المنطقة وقدرة المنطقة هي اللي جعلت منها حقيقة أيقونة هامة في منظومة رياضة السيارات. ما في شك أنه حائل اليوم تعد محور هام في مفهوم رياضة السيارات،
بطولة الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، حائل مدينة ممكنة بموجب التضاريس من الطراز الأول على مستوى العالم، لديها القدرة والإمكانية إنها حقيقة تكون مثل ما ذكرت قبل قليل أن تكون من أهم الأيقونات في هذه الرياضة. إيش اللي ممكن يضاف؟ يضاف الكثير والكثير. ما زلنا في بداية الخط وبداية الطريق. أنا أعتقد إن شاء الله في المستقبل، إحنا حقيقة يعني داهمنا موضع حائل في الرزنامة لهذا العام. قبل قليل يعني قبل أسابيع معدودة وأيام معدودة كانت النسخة السابقة، فلم نتوقع حقيقة أن نكون النسخة الأولى. إحنا كنا في النسخة الختامية فلم نتوقع أن نكون في النسخة الأولى، لسبب كان في جملة من الفعاليات المصاحبة ستطلق، لكن حقيقة الإعلان السريع أنه حائل، هي الإعلان ليس منا، هو من الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، فجعل حقيقة ربما يعني إن شاء الله سنتمكن في النسخة القادمة أن نطلق هذه الفعاليات المصاحبة التي تكون لها الأداء المضاف في أطروحة الرالي. سمو الأمير، سؤال إحنا على الهواء الآن مباشر بخصوص ما يتعلق بحائل والرالي، هل الآن استفادت حائل من النواحي الاقتصادية، وخاصة تملك يعني في السياحة وفي إرث كبير في منطقة حائل، وخاصة في بعض الأرقام أو في بعض الأخبار اللي تواردت أنه فعلا في آثار اكتشفت كثير من قدم؟ آثار تقصد أثر اقتصادي ولا آثار آثار؟ الجزئين اللي ما يتعلق بالاقتصاد ويتعلق أيضا بالأرض ما تملك فيه من تاريخ. حقيقة يعني سؤالك الأول في الشق الأول الأثر الاقتصادي، رالي حائل أصبح من أهم الشركاء للمنطقة، وأنتم حقيقة يعني عاصرتوه وعشتوه لحظة بلحظة، وحينما كان يعني في 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 بدايته يعني كنتم متواجدين وشاهدتم على ممر هذه السنوات كيف أثرى حقيقة رالي حائل المنطقة وأبناء المنطقة وقدرة المنطقة على المضي إلى الأمام. ما في شك أنه من أهم الشركاء اللي فعل كثير من الأدوار، وأنا أقولها دائما يعني أتذكر أول رالي لم نجد مواقع للإيواء في 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 حال ما اضطرنا إلى 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 عمل يعني مواقع ذات الأطروحة السياحية، لكن في نفس الوقت تتناغم مع صحراء حائل. اليوم الحمد لله يعني حائل تزخر بمواقع كثيرة للإيواء، تزخر بمواقع كثيرة للترفيه، تزخر بمواقع كثيرة من جميع يعني منتحيات الحياة. طبعا بتقول هل أنتم لا ما زلنا يعني نرى السقف لحائل أعلى، وهذا أنا أقولها، حائل يجب أن تقتطع حيز من الكون، تستحق حائل ذلك، لديها الإمكانية الحمد لله. هذا إمكانية حائل من إمكانية هذه الدولة العظيمة وقدرة هذه الدولة العظيمة وقدرة ولاة أمرها العظماء اللي حقيقة مكنوا للوطن برمته أن يكون على أداء عالي، فما بالك حينما تتكلم على مدينة أشبه بالدرة، فبالتالي يجب أن تكون مرصعة في أعلى اتجاه. نحن فخورين بأبنائنا، نحن فخورين بوطننا، نحن فخورين بكل قدرة من نبض هذا الشباب العظيم اللي الحمد لله استطاع أن يرسم هذه اللوحة لهذا الوطن العظيم بريشة فنان وساعد محارب قوي. يعني اليوم نهضة الوطن حقيقة بأبنائه، بداية من هاليد اللي ماسكة المايك إلى هالكاميرا اللي تبث إلى كل من هو موجود من أبناء الوطن في أي منتحى. افتخروا بوطنكم، يستحق أن نضحي من أجله. الحمد لله
نحن أقوياء بقدرتنا بما نمتلك من 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 من, من معطيات بثوابتنا بقادتنا بكل أمر في هذا الوطن العظيم أنتم أقوياء. شكرا سمو الأمير. شكرا لك. الله. كانوا باتيستا من البرازيل وفوستو موتا من البرتغال على مركبة البي آر بي كان آم مافريك إكس آر إس توربو. والآن البطل السعودي الذي أحرز لقب بفئة التي 2 وفئة التي 3 واللي أيضا أحرز مركز الوصافي في عام 2019 في بطولة المملكة سائق فريق دانكن، البطل السعودي ياسر بن سعيدان على مركبة الكان آم بفئة التي 4 هو تعرض لإصابة ويعود معنا ياسر بن سعيدان والملاح أليكسي كوزوميتش. فريق من المملكة العربية السعودية معنا طبعا شيقاوي فريق مزين بعلم المملكة العربية السعودية. إذن مهنا راشد النائمي من قطر، معنا أيضا أندرو هوليهن، ومعنا أيضا كان ثلاث دراجات مع بعضهم البعض تماما مثل الآن، معنا مروان الرحماني من دولة الإمارات العربية المتحدة على الدراجة التي تحمل الرقم 27 دراجة 30، معنا المتسابقة الكويتية أيضا سارة الخربيط، هذه هي سارة خربيط من دولة الكويت الدراجة الكويتية يلي تعود بعد سارة كشية. إذن معنا سارة الخربيط شاهدناها، هذه سارة كشية من الهند على دراجة البتا 430RR، ومعنا في الدراجة التي تحمل الرقم 32 أيضا معنا البطل الخلوق الرياضي الكبير السائق النجم، معنا البطل سعيد الموري وأيضا عطا الحمود. ألف مبروك يا عطا، رالي عمان فاز قبل أيام طبعا بالمركز الأول في رالي عمان مع البطل العماني عبد الله الرواحي. هون عم نشوف عودة، هذه هو معنا من دولة الكويت معنا الملاح الإماراتي الكبير عارف محمد عم بشارك إلى جانب طبعا السائق الكويتي سالم الظفيري، مستمرون مع فئة المركبات خفيفة الوزن. معنا السائق الرميلو ورودادينسكي، الرميلو ورودادينسكي ايضا معنا السائقة السعودية مها الحملي التي ايضا تحظى بدعم من شركة عبد اللطيف جميل. مها كانت قد أحرزت المركز الأول بفئة تي 3 في الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا للراليات العام الماضي، هي ابتدأت في رالي جميل العام الماضي أحرزت نتائج طيبة. هذه السائقة تجلس إلى جانبها أو الملاحة السويدية أني سيل.
معنا جيرمي أو جيرمي وارنيا من فرنسا ولوك مندوي على البولاريس برو آر بفئة التي فور يأخذ إذن إشارة الانطلاق في هذه الأثناء. بالمركبة رقم 409 معنا السائق معنا إخوان كارلوس كارجينا ولويس أندرسون لويس أندرسون ومن طبعا باراغواي من الأرجنتين والباراغواي عم بيشاركوا معنا. نعود الآن إلى فئة المركبات أو السيارات الفئة الوطنية. معنا السائق الذي دخل على الراليات من بوابة الحلبات عبد العزيز اليعيش وعمر اللاحم أسماء اعتدنا على مشاهدتها وسماع في الراليات الصحراوية في بطولة السعودية تويوتا للراليات يشاركوا إذن بالفئة الوطنية. عبد العزيز اليعيش وعمر اللاحم على سيارة نيسان باترول معنا في السيارة رقم 601 كما تشاهدوا معنا جعفر القحطاني والملاح أيضا اللي سبق وأن فاز في رالي حائل في المركز الأول في الترتيب العام 3 مرات الملاح المخضرم الملاح الخبير الملاح الذهبي علي عبيد من دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا فريق يتبع لحرس الحدود الذي يرفع شعار الأمن هو الركيزة الأولى لمسيرة البناء. أيضا من حائل ثنائي اعتدنا على متابعته هنا في الراليات وفي المملكة وفي البطولة متعب الشمري من المملكة العربية السعودية ومعنا أيضا الملاح الكويتي صاحب الخبرة الكبيرة الملاح المبتسم على طول. إن شاء الله نشوفكم على النهاية بمركز ممتاز. بدر العجمي من دولة الكويت الشقيقة أمنياتنا بالتوفيق للثنائي متعب الشمري وبدر العجمي. أيضا من حائل وشمري أيضا هنا معنا أحمد الشمري ووليد الفعيم على سيارة التي تحمل الرقم 605 سيارة نيسان باترول لفريق بيان الفرسان للاستقدام. ثنائي أيضا يعني صاروا علامة مسجلة وماركة مسجلة للمواظبة على المشاركة في رالي حائل وفي جولات المملكة العربية السعودية للراليات تويوتا. مستمرون مع فئة الرالي الوطني على المنصة الآن المتسابق أحمد القشعمي وخالد البكر على السيارة التي تحمل الرقم 604 دعم من قبل دبي للخياطة الرجالية يأخذ إشارة الانطلاق. إذن اليوم نحن في النسخة 19 من رالي حائل. النسخة الأولى عرفت مشاركة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان عبد الله الفيصل شارك في النسخة الأولى وفي النسخة الثانية. أيضا النسخة الأولى عرفت مشاركة سطام الحزامي في الرالي. نتابع ما زلنا بفئة الرالي الوطني. حاليا معنا سيارة السائق عويد منسي أرمالي والملاح أيضا خالد رضا أرمالي من فريق تحديات الصحراء على سيارة التويوتا لاند كروزر المعروفة باسم شاص في المملكة لها شعبية كبيرة.